شنو ماشي فلو انا قلت كلمه قلت ماشي فبر لي سيتويان سون ليبر ان مينيستر ينسحب من المسؤوليه نتاعو لما يكون مترشح بصفه رسميه لما القوائم اليوم 6 مارس تخرج يكون اما الوزير الاول ما يسيرش قطاع وزير الاشغال العموميه ولا وزير التعليم العالي يقدر يغيب في شهرين ولكن يكون عن اما الوزير الاول راه يسير الحكومه والحكومه هي الدوله لهذا الارتباط نتاعو مع المعلم الكبير يعني اللي عينه كرئيس الحكومه لهذا احنا ما نتحكمش في هذا احنا ماشي منه يدبر راسه وهو راه يعرف شتا يدير ولكن الدوله ما تخليهاش بدون حكومه هي ما تطرحوش هذه اسئله المحرجه